بيراما إحدى ضواحي مرفأ بيري كانت بالأمس تعج حيوية ونشاطا تشغل سكانها ورش صناعة السفن، لكنها اليوم ترزح تحت عبء الأزمة الاقتصادية بعد أن هجرتها المصانع بحثا عن يد عاملة بخيصة. مستوى البطالة هنا يصل إلى 60%، ما يتسبب بأزمة إنسانية مأساوية. مستوصفات منظمة أطباء العالم لا تخلو من المرضى. عاجلا سنحتاج لمساعدة المنظمة الأخرى كوننا نعاني من أزمة إنسانية. نحن أمام أزمة إنسانية. لدى تأسيسه قبل عامين مركز الدكتور مايلي لم يكن يعالج سوى المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، واليوم 80% من المرضى هم من اليونانيين بدون تغطية اجتماعية وبلا مال. نطلب من الناس أن يقصدوا المركز، وعندما أقول لهم طفلك بحاجة للمستشفى يقول لدي أورو وسبعين سنتا سأخذ الباص ونذهب إلى المستشفى. بعضهم يقصد المكان بحثا عن السلع الأساسية كالحليب والخبز، وهذه هي حال هذا الثنائي العاطل عن العمل منذ 5 سنوات. طفلتي تضطر أحيانا للذهاب إلى المدرسة دون أن تأخذ أي طعام. نحن فعلا في حالة صعبة. حالة سبيرودلا مأساوية، فهي وزوجها وابنها البالغ 20 عاما بدون عمل. طفلها الرضيع لم يتجاوز 45 يوما. عائلة تعيش في غرفة تفتقد للمقومات الصحية. فاتورة الكهرباء وصلت الآن إلى 1250 يورو، وهم سيقطعون الكهرباء. سنرى، ربما أحصل عليها من الجيران. لا يمكنني ترك الطفل في البرد. وهم سبيرودولا هو إيجاد عمل قبل التوقف عن تلقي الإعانات الاجتماعية. أشعر بخيبة الأمل من الحكومة ولن أصوت لأحد، فكلهم يلفقون الأكاذيب، واليوم يقولون أنهم سيقتطعون الإعانات العائلية عن الذين لديهم 3 أطفال، واليونانيون مدعوون للتصويت في الأشهر المقبلة.